تم اليوم بفضل الله طبعا استكمال عملية انتقاء المواهب في مراحلها الثلاث. الأولى كانت للاعبي منتخب أقل من 17 سنة مواليد 2008 من 5 إلى 8 أجوان، وقد تم تشكيل أيضا نواة المنتخب الوطني، وتم أيضا برمجة تربص تحضيري وانتقائي كمبدئي في سيدي موسى لهذه الفئة. اليوم العملية التي تمت هي عمليتين في شقيها، منتخب أقل من 16 سنة ومنتخب أقل من 15 سنة، يعني مواليد على التوالي 2009 و2010. هذه هي النظرة الاستشرافية الجديدة للاتحاد الجزائري لكرة القدم في تحضير المنتخبات استباقا واستشرافا لقادم الاستحقاقات. شكلنا منتخب من 23 لاعب في فئة أقل من 14 سنة، وكذلك منتخب في فئة أقل من 15 سنة من 23 عام. شكلنا فريقين يعني من أحسن اللاعبين تاع المنطقة تاعنا. الحمد لله يعني الدورة هذه سمحت لنا باش اكتشفنا عدة مواهب يعني اللي ممكن جدا في المستقبل يكون عندها يعني صدى كبير مع الفئة السنية، خاصة في الفرق مختلف الفرق الوطنية. وراح تكون راح تشكل نواة المنتخب الوطني في فئة 2009 وفئة 2010، علما انه الفئتين راح تنتظرهم استحقاقات يعني إقليمية قارية ودولية في قادم الأيام. الحمد لله في هذه السنة كان عندنا عدة لاعبين راح في الفريق الوطني. اليوم كان استدعاء اللاعب محدان وبن عطية لأقل من 20 سنة، كذلك في 2017 كاين 2007 كاين حمودة وعمر، واليوم إن شاء الله ممكن يكون لاعبين من ولاية وهران كجمعية وهران أو مولودية وهران.